السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا تخوازيام كو سي ام بالنسبه للموديل اناليز ان. كيف كتعرفوا بلي هاد لي فيديوهات فقط يعني كنعودو نبريباري لي زيكزامان، يعني كنوجدو لي زيكزامان بالنسبه للموديل اناليز ان. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد لا كيسيون جديد فوالا، وهاد لا كيسيون فيه شويه ديال الخدمه، وحاولوا يعني تركزوا معايا مزيان في هاد لا كيسيون، حاولوا تفكروا فيه كذلك باش ان شاء الله يجيكم هذا السؤال سهل. يعني اللي مهم في هاد يعني في هاد لا كيسيون هو انني نضبط الطريقه ديال الاجابه على هذا السؤال. تمام فوالا، نبداو على بركه الله. اكزامان كو سي ام سوا لا سويت او ان سي دون سويت اريتميتيكو جيومتريك سي تري بيان ديفيني بار، عطانا لا سويت او ان بلس 1 ايغال دو او ان بلس 3 Voilà, dans l'indice U0 égale à 1, c'est très bien. La question, donnez l'expression vraie. Yani, a'ti ta'bir sahih. Hada wa su'al, yani a'tina ta'bir liwa sahih. Donc, a'tana le choix A, a'tana hana 4 diya le choix. Donc, le choix A égale l'expression UN égale à 2 US N plus 2 moins 3. Ou bien, le choix B, UN égale 2 US N plus 3 moins 3. Le choix C, donc on dit ici la suite UN égale à 2 SN moins 3, ou bien la dernière, le choix autre. Yani, quelle est la réponse que nous avons le choix. D'accord. Essayez de vous de la question, et après, Inch'Allah, nous verrons la solution. Voilà la solution. On a la suite EN plus 1 égale 2 EN plus 3. C'est très bien. La question, on va faire un tabir de EN. D'accord. Donc, ou bien la première étape, on va faire la solution de la suite. Donc, ركزوا معايا مزيان في هاد لا كيسيون لانه مهم، ما كايناش شي طريقه اخرى من غير هاد لا ميثود. دونك هاد لا ميثود اللي غادي نعمل معكم راه هي الطريقه باش نجاوب على هاد ليكسبريسيون او ان، ودائما كيتحط هاد لا كيسيون في الامتحان. دونك باش نحدد الحلول ديال هاد المتتاليه، كنعوض او ان بلس 1 ب ال. دونك كتكون عندنا هنايا ال ايغال 2 ال بلس 3 سي تري بيان. دونك ال موان 2 ال égale 3. Donc L moins 2 L égale moins L égale 3. Alors L égale moins 3. C'est très bien. Donc on a d'abord le حلول ديال هاد المتتاليه. Donc L égale moins 3. D'accord. Donc la deuxième étape qui est maintenant juge ديال les équations les هما UN plus 1 égale 2 UN plus 3. D'accord. Ou le معادله الثانيه هي l égale 2l plus 3. C'est très bien. Donc l'هدف من هاد السيستم هو غادي نحدد يعني لا raison. D'accord. Donc غادي نحدد لا raison. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est très important. Donc, on va dire la يعني la différence un plus 1 ناقص l. donc un plus 1 moins l égale quoi égale 2 un زائد 3 ناقص 2 l moins 3. c'est très bien. donc درت هاد ليكواسيون ناقص هاد ليكواسيون. c'est très bien. un plus 1 moins l égale quoi. Donc on dit ici moins 3 plus 3 égale 0. Donc on va dire ici juge. Donc il y a un naqis 2L. C'est très bien. Alors un plus 1 moins L égale quoi. On dit ici juge. Donc un naqis L. Voilà. Voilà. Après
ابخي غادي نحدد دونك غادي نحدد في ان فوالا كنعرفوا بلي في ان قلنا بلي في ان كيساوي ماذا يساوي او ان ناقص ال فوالا عندنا ال شحال كيساوي ناقص 3 دونك من خلال هاد لا سوليسيون عرفنا بلي ال كيساوي ناقص 3 دونك غادي نجي نعوض هنايا دونك في ان يساوي ماذا يساوي او ان ناقص مع ناقص هي زائد دونك زائد 3 غادي نحدد التعبير ديال او ان يساوي ماذا يساوي 3 ناقص في ان فوالا دابا المجهول ديالنا شنو هو في ان داكوغ قلنا بلي في ان اش كيساوي كيساوي او ان ناقص ال وكذلك في ان كيساوي دونك في ان كيساوي ماذا يساوي في زيرو كو اس ان سي تخي بيان شحال كيساوي لا غيزون دونك ركز معايا مزيان لا غيزون شحال كيساوي هو هذا دونك هذا هو لا غيزون داكوغ دونك لا غيزون هو جوج سي تخي بيان دونك لا غيزون هو جوج دونك انطلاقا من هذا السيستيم داكوغ دونك من هذا السيستيم حددنا لا غيزون يعني الاساس الاساس هو جوج فوالا دونك عرفنا بلي الاساس هو جوج دونك هذه هي الطريقه ما كاينش شي طريقه اخرى دونك هذه هي الطريقه اللي كنعتمدو دابا خصنا نحسبو في زيرو دونك في زيرو يساوي ماذا غادي نجي نعوض هنايا في زيرو كيساوي ماذا يساوي او زيرو زائد 3 سي تري بيان يساوي ماذا او زيرو ديجا معطيه لينا كيساوي واحد دونك واحد زائد 3 هي 4 فوالا دونك عندنا في زيرو كيساوي 4 وكذلك عندنا لا غيزون كيساوي 2 الوغ في ان يساوي ماذا يساوي في زيرو اللي هي 4 لا غيزون قلنا كو اس دونك هي جوج اس ان سي تري بيان كنعرفوا بلي 4 هي شنو دونك هي جوج او كاري ملتيبلي بار 2 اس ان الوغ في ان يساوي ماذا يساوي 2 اس ان بلس 2 سي تري بيان فوالا سمحوا لي راه الصوت ديالي شويه انا مريض داكشي علاش عيان سمحوا لي على الصوت ديالي قلنا في ان يساوي 2 اس ان بلس 2 الوغ لا سويت او ان يساوي ماذا يساوي 3 ناقص في ان اللي هي جوج اس ان بلس 2 سي تري بيان فوالا دونك عفوا كاين هنا واحد الغلط عملت هنايا واحد الغلط قلنا دونك قلنا او ان اش كيساوي كيساوي في ان ناقص 3 دونك في ان عفوا هنايا راه غلط في ان في ان ناقص 3 فوالا لا سويت بغينا لا سويت او ان ايغال كوا ايغال في ان ناقص 3 داكور سي تري بيان دونك غادي نلاحظ هنايا كما غلط بلاتي دونك في ان ايغال في زيرو كو اس ان سي تري بيان دونك الوغ في زيرو دونك في زيرو يساوي او زيرو زائد 3 فوالا دونك سي بيان فوالا لا سويت دونك ما ديش ماشي هادي لا سويت دونك لا سويت او ان يساوي ماذا يساوي في ان هي جوج اس ان زائد جوج موان 3 سي تري بيان دونك هادي لا سويت او ان فوالا دائما يعني في الامتحان حاولوا دائما في لي زيكزامين حاولوا تركزوا مزيان وبشويه عليكم وغادي تجاوبوا على لا كيسيون سي تري بيان قلنا بلي لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هو او ان ايغال ا 2 اس ان بلس 2 موان 3 دابا غادي نجيو نشوفوا هاد لي شوا دونك لو شوا ا ايغال لا سويت او ان التعبير ديال او ان ايغال ا 2 اس ان بلس 2 موان 3 دونك داكشي اللي خرج لينا نيت فوالا دونك دابا غادي نكوشيو على ا فوالا دونك غادي نكوشيو على ا وما كنخرجوش على الاطار دائما ما تنخرجوش على الاطار او لا من الاحسن اننا نلونو هاد الكا صافي دونك نحاولو دونك يعني كنلونو هاد يعني هاد الكا سي تري بيان بالنسبه لا ريبونس بي خط ا فوالا دونك لو شوا سي تا هو دونك يعني دي ما كاينش دونك دونك لو شوا هو دونك كاني ان داكور سي تري بيان الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تبارطاجيهم في لي كومونتير اي فوالا بون كوراج.